بديلا ميشيل. هذه مباراة ميشيل، مثل هذه المباراة هي المباراة الإيجابية. الكرة ملعوبة إلى ميشيل البديل الهلالي في الجهة اليمنى. ميشيل يحاول المراوغة، يلعب الكرة عند سافيتش، لكن الكرة بالخطأ تصل عند مستلم الملعب روبن ليفيز. يا سلام يا عيني على التمريرة لروبن إلى ميشيل. باللقطة سيرجي سافيتش يقول لميشيل أنت شايفني. اللقطة الماضية من ألفا سيميدو، عرضية للهلال عند ميشيل، ميشيل إلى روبن ليفيز، ليفيز يلعب العرضية على القائم الأول، لكن ما زال ألفا سيميدو يدافع، ما زال ألفا سيميدو. الكرة عند مالكوم إلى ميشيل، هنا أدوار ميشيل، هنا خطورة ميشيل ومراوغاته، لكن اثنين من اللاعبين يراقبون حتى تكون هذه المباراة العاشرة لديه بدون ورود أي هدف في مرمى. الكرة عند سعود عبد الحميد بتمريرها لدى ميشيل على الجهة اليمنى. ميشيل يتقدم، يراوغ ميشيل.